أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم فصلي على ولي أمرك وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين، وبلغهم من آمالهم ما يأملون، واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة، حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهره، إله الحق آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في بحث الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام كما بينا سابقا، كان الكلام تحت عناوين، وصلنا إلى العنوان السادس، اليوم الموعود في القرآن. تحت هذا العنوان عندنا شواهد قرآنية، كل شاهد أعطيناه عنوانا، وانتهى الكلام في الشاهد العاشر، أحييتنا اثنتين والرجعة. الآن ندخل في الشاهد الحادي عشر، الكلمة الباقية، 11 أو 11 أو 11، الكلمة الباقية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. آيات مقتبس، آيات من سورة الزخرف، ومما قرأناه نعرف من أين انتزعنا العنوان. ماذا قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه؟ قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في عقب إبراهيم عليه السلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. عندنا كلام، أولا في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير
يقول ابن كثير يذكر الآية يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة، والكلام الآن لابن كثير يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته، أي جعلها دائمة في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون، أي إليها. وقلنا هذا الكلام لابن كثير، التفت جيدا. إذن هل نحن من نقول هذا ابن كثير؟ هذا من أئمة التيمية، من أئمة المارقة، من أئمة الدولة، من أئمة الخوارج. إذن لماذا لا تعترضون، أو لماذا لا يعلن اعتراضكم وأنتم تعترضون حتى على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يعرض؟ لماذا لا تصرحوا باعتراضكم على القرآن؟ لا نعلم مع من تتحدث، مع أي خالق، بأي صورة، الله العالم. إذن لماذا لا تعترضون على القرآن؟ لماذا لا تعترضون على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جعل هذه الكلمة الباقية في ذرية إبراهيم؟ هل هي قربة وعاطفة وواسطة كما يسمى، من أجل فلان أو أجل فلان، ولخاطر فلان أو لخاطر فلان؟ هل يعقل هذا؟ هل نتصور هذا؟ هل يحتمل هذا؟ يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. إذن لماذا حدد، لماذا شخص هذه القضية في ذرية إبراهيم؟ لماذا أشار إلى ذرية إبراهيم؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يشير، أن يوجه، أن ينبه إلى قضية خارجية، إلى قضية واقعية خارجية ستتحقق في ذرية إبراهيم، ليس في كل الذرية، لكن ستتحقق في ذرية إبراهيم. التفتوا جيدا. إذن الكلام إلى قضية خارجية، إلى تشخيص خارجي، كما قلنا في قضية الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين سلام الله عليه في حال الركوع. لماذا في حال الركوع؟ قلنا حتى لا يحصل خلط واشتباه، وحتى لا يكون التدليس سلسا ومرنا يستغله التيمية والمارقة والخوارج والنواصب. إذن قضية خارجية، هذا الذي تصدق في حال الركوع هو الولي، اختصت الولاية به. هنا أيضا يقال نفس الكلام في ذرية إبراهيم. الآن لماذا المهدي من أبناء فاطمة؟ لماذا من أبناء الحسين؟ لماذا من أبناء الحسن العسكري أو من أبناء الحسن على الروايات الأخرى؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. على الروايات الأخرى، لماذا من قريش؟ هل هي القضية قبلية، عشائرية، مناطقية، حتى تجعل القضية في قريش؟ إذن نفس الاعتراض الذي يسجل على قريش يسجل على غير قريش، ومن يسجل الاعتراض على أهل البيت، على ذرية النبي، على أبناء فاطمة، فمن النفاق ومن العداء لأهل البيت سلام الله عليهم أن يعترض هنا في هذا الباب، ولا يعترض في قضية قريش أو في قضية المهاجرين أو في قضية الأنصار أو في قضية الصحابة. ما هو الفرق؟ لا يوجد قربة، لا يوجد خصوصية. التقييم على التقوى، على الإيمان، على العمل الصالح، على الهداية، على التقوى، على الاهتداء، على التقوى. هذا هو التقييم، ليس التقييم على حساب ابن فلان وبنت فلان وخال فلان وأم فلان وعشيرة فلان وقبيلة فلان وقوم فلان وأصحاب فلان وأخصاء فلان. ليس هذا المقياس. المقياس هو الدين، المقياس هي التقوى. نحن نقول بهذا، نحن نتمسك بهذا، هذا هو نهج القرآن. الآن لماذا، الآن نأتي نقول لماذا خص أهل البيت سلام الله عليهم، لماذا خص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ نقول لأن فيهم التقوى. هذه قضية خارجية، إشارة إلى أن الذي فيه التقوى هو هذا.
إشارة إلى أن الذي سيكون منه المتقي الإمام إمام المستضعفين هو هذا البيت، هو هذا الخط، هي هذه العشيرة، هم هؤلاء القوم. إذن ليست القضية عنصرية وتعصب وطائفية. إذن نقول في تفسير ابن كثير يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة، وهي معنى الكلمة يقول هي لا إله إلا الله، أي جعلها دائما في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون، أي إليها. هذا تفسير ابن كثير. في تفسير الجلالين يقول وجعلها، في تفسير الجلالين يقول وجعلها، أي كلمة التوحيد. الآن يقول كلمة باقية في عقبه، أي ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله، لعلهم أي أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. هذا في تفسير الجلالين. إذن أيضا قال في ذريته، وطبعا من ذريته من ذرية إبراهيم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومن ذرية إبراهيم فاطمة وعلي، ومن ذرية إبراهيم الحسن والحسين، ومن ذرية إبراهيم المهدي عليه السلام. ثالثا في تفسير الطبري عن السدي، يقول السدي في تفسير الطبري عن السدي في عقبه، قال في عقب إبراهيم، في عقبه، في عقب إبراهيم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام بالسدي. إذن في تفسير الطبري عن السدي يقول في عقبه، قال في عقب إبراهيم، من هم؟ آل محمد، في عقب إبراهيم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقصد بهم، يقصد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب أنه كان يقول العقب الولد وولد الولد. رابعا في تفسير القرطبي يقول فيه ثلاث مسائل، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وجعلها كلمة باقية، أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، أي في عقب إبراهيم عليه السلام، أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، وهم ولده وولد ولده، ولد أو ولد، وهم ولده وولد ولده، أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله. إذن في تفسير القرطبي يقول وجعلها، يقول فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وجعلها كلمة باقية، أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، وهم ولده وولد ولده، أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. لاحظ عبارة صريحة، أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. منهم هم ذرية إبراهيم سلام الله عليه. إذن عندما يقول القرطبي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك، يقول وجعلها كلمة باقية، هذا جعل تكويني، هذا جعل تشريعي تكويني، هذا جعل تكويني. التفت جيدا، هذه البراءة عن عبادة غير الله من الجعل التكويني الذي جعله الله وحققه الله في ذرية إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا يأتي التيمية، يأتي المارقة، يأتي الخوارج، يأتي النواصب، يكفرون أبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يخالفون الإرادة الإلهية والجعل الإلهي ويكذبون الجعل الإلهي ويتمردون على الله بأي إله وأي إله يتبعون. ذلك الشاب الأمرد القطط الجعد القطط، هل هو الذي أمرهم بمخالفة الله الواحد الأحد؟ يقول القرطبي أي أنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. وقال السدي هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس قوله في عقبه أي في خلقه. وقيل الكلمة النبوة. قال ابن العربي ولم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم، والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع لهم. إذن من هو أصل التوحيد؟ ذرية إبراهيم. من هم أصل التوحيد؟ هم آل محمد، سلام الله على محمد وآل محمد. نأخذ التوحيد الإلهي التوحيد الإبراهيمي من محمد وآل محمد، من أمير المؤمنين سيد الموحدين سلام الله عليه. وأنتم خذوا التوحيد من إلهكم الشاب الأمرد الجعد القطط، خذوا منه التوحيد، خذوا التوحيد من رفيقه من جليسه من ندينه ابن تيمية الذي يراه دائما في المنام ويقضون الليالي والأيام التي ينام فيها في تلك الحبوس وفي تلك السجون، مع الله يعيش في الرؤيا يرى الله في المنام. هذا حسب ما سنعرف بأنه هذا الادعاء، هذه القضية الخارجية التي يدافع عنها هي التي دفعت به أن يأتي بقرآن جديد وبدين جديد وبتكفير المسلمين. سنعرف كيف يدافع عن رؤيا الله في المنام، هذا الذي يصرح به. ومن لحن القول تعرف بأنه حتى الرؤيا بالعين التي في الرأس أيضا يقول بها ولا يعترض عليها ولا يكفر من يقول بها. سيأتي الكلام عن هذا طبعا مع الالتقاط هنا من هنا وهناك، ومع العشوائية من هنا وهناك. طبعا يقول عندما كما نعبر ينحصر هنا يتضايق هنا يلزم الحجة هنا، يأتي بكلام يناقض ما يتمسك به يناقض ما يبني عليه. المهم هو يريد أن يغالط في هذا الموضع، وعندما يأتي إلى موضع آخر يأتي بكلام يخالف ما ذكره هنا، وتجري هذه الأمور على الجهال. أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. هذه المسألة الأولى في تفسير القرطبي، قلنا فيه ثلاث مسائل الأولى. والآن الثانية، يقول القرطبي يقول قال ابن العربي إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين. إذن قال ابن العربي إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين، إحداهما أي دعوة وأي دعوة؟ دعا الله سبحانه وتعالى. ما هي الدعوة الأولى وما هي الدعوة الثانية؟ يقول إحداهما في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، هنا دعا إبراهيم، قال ومن ذريتي، الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء لكن استثنى من؟ استثنى الظالم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن دعوة مستجابة يستثنى منها من؟ يستثنى منها الظالم، التفت جيدا، يستثنى منها الظالم. إذن هذه الإمامة يستثنى منها الظالم، وابن تيمية والمارقة وإله المارقة الشاب الأمرد الجعد القطاط ماذا يأمرهم؟ يأمرهم بأن تكون الإمامة والخلافة لمن؟ ليزيد، للفاسق، للفاجر، للماجن، لشارب الخمر، للظالم، للقاتل، لمنتهك الحرمات، للمعتدي على الأعراض، وللوليد ابن يزيد الذي له
مواصفات الوليد المرواني، له مواصفات يزيد السفلاني وأكثر. هذا إمام وهذا إمام. الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهد الظالمين، وابن تيمية والمارقة يجعلون عهد الله للظالم، وابن حق الظالم يجعلون عهد الله بيد فاسق، بيد فاجر، بيد منتهك الحرمات، مخالفة صريحة لأمر الله، مخالفة صريحة للتشريع الإلهي، مخالفة صريحة للنص القرآني. هذه الدعوة الأولى. يقول ثانيهما قوله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الدعوة الأخرى من إبراهيم سلام الله عليه. يقول الدعوة الثانية قوله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن يقول وقيل بل الأولى، أي هذه دعوة أخرى لإبراهيم. الآن هل ترجح واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أو هذه الأخرى وهي بل الأولى قوله تعالى واجعل لي لسان صدقا في الآخرين؟ إذن لماذا لا تكون إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوات أو بدعوات إبراهيم المجابة، دعوة أولى ودعوة ثانية ودعوة ثالثة، لماذا بدعوتيه؟ لتكون بثلاث دعوات. إذن يقول ثانيهما قوله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن يقول القرطبي، ونحن الآن لازمنا مع تفسير القرطبي، إلى أن يقول القرطبي وقيل بل الأولى قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يعاتي الظالمين، هذا في سورة البقرة. المورد الآخر قوله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا في سورة إبراهيم. والمورد الآخر قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا في سورة الشعراء. الشاهد الآخر الكلمة الطيبة. إذا انتهينا من الكلمة الباقية، من الكلمة الباقية أو من عنوان الكلمة الباقية انتهينا منه، الآن ندخل في عنوان آخر، شاهد آخر، شاهد قرآني آخر، عنوانه الكلمة الطيبة. قال سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة. إذن العنوان ما هو؟ الكلمة الطيبة. قال سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التفت جيدا. إذن ما هو المثل؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ما هو؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن مثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، ومواصفات هذه الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، هذه الكلمة الطيبة التي هي كالشجرة الطيبة، هذه الكلمة وهذه الشجرة أصلهما أين؟ أصلهما ثابت وفرعهما في السماء. إذن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الصفة الأخرى، الميزة الأخرى، هذه الشجرة أو الكلمة، والشجرة والكلمة تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها كل حين. إذن الكلمة الطيبة هي كشجرة طيبة وأصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين. نرجع إلى النص،
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآيات، هذا المقتبس من سورة إبراهيم. أقول أولا تفسير الجلالين، الكلام في تفسير الجلالين، يقول ألم ترى أي تنظر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها أي غصنها في السماء. هذا تفسير جلالين. إذن يقول الشجرة الطيبة هي النخلة. المورد الآخر تفسير الميسر، يقول ألم تعلم أيها الرسول صلى الله عليه محمد وعلى محمد كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بشجرة عظيمة وهي النخلة، أصلها متمكن في الأرض وأعلاها مرتفع علوا نحو السماء. إذن هذا في تفسير الميسر أيضا يشير إلى أن الشجرة هي النخلة. ثالثا تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يقول ابن كثير قال ابن عباس قوله مثلا كلمة طيبة أي شهادة أن لا إله إلا الله. إذن الكلمة الطيبة الآن عندنا هي كلمة التوحيد، الشهادة لا إله إلا الله، كما في تفسير الجلالين وكما في تفسير الميسر وكما عند ابن كثير. إذن يقول ابن كثير قال ابن عباس قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن. إذن هنا أتى عنوان آخر، معنى آخر للشجرة الطيبة وهو المؤمن. هناك كانت النخلة كشجرة طيبة أي المؤمن، أصلها ثابت أي يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن أو يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، وفرعها في السماء أي يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. هذا ابن كثير يروي هذا المعنى عن ابن عباس. ويكمل ابن كثير يقول وعن ابن عباس كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة. وقوله تؤتي أكلها كل حين قيل غدوة وعشية وقيل كل شهر وقيل كل شهرين وقيل غير ذلك. قال ابن كثير والظاهر من السياق أن المؤمن، والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت، في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. إذن تؤتي أكلها كل حين صار لها أيضا عدة معاني. إذن الكلمة الطيبة لها عدة معاني، الشجرة الطيبة لها عدة معاني، تؤتي أكلها كل حين أيضا لها عدة معاني. ابن كثير يقول كل الأزمان، يقول لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت في كل وقت وحين بإذن ربها أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. هذا الكلام عن ابن كثير.
الآن هنا كلام لا أعرف هل سجلت هذا المعنى الذي سأقوله الآن تعليق على كلام ابن كثير، إن سجل سنتذكر وإن لم أكون قد سجلت فهذا يكون عبارة عن تعليق إضافي حتى لا أنسى أسجل هذا أولا. إذن أولا أقول لابن كثير ماذا يقول؟ يقول والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة، إذن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت، إذن شجرة يوجد منها ثمرة من صيف أو شتاء أو شتاء أو ليل أو نهار. إذن التفت جيدا، إذن هذا التشبيه بأي شيء؟ بشجرة تحمل ثمار وتعطي الثمار، تنتج الثمار، يقطف منها الثمار، يؤخذ منها الثمار في كل الأوقات. يشبه المؤمن بهذه الشجرة، يقول كذا المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت، يرفع له عمل صالح. إذن يقول كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح، إذن مثل العمل الصالح بأي شيء من أجزاء الشجرة؟ بالثمرة. إذن لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت، وهنا يقول يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار، يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار، إذن العمل الصالح هو مثله بالثمرة. أنا فقط هنا تعليقي هنا أقول الشجرة تعطي ثمرة، من المستفيد من الثمرة؟ هل الشجرة تستفيد من الثمرة أم غير الشجرة هي التي تستفيد من الثمرة؟ طبعا غير الشجرة، الناس تأكل الثمرة، البهائم تأكل الثمرة، الإنسان والحيوان يأكل الثمرة، الشجرة لا تأكل الثمرة، الشجرة لا تأكل ثمرتها. إذن هذا المحتمل نحن لا نريد أن نقطع على المقابل التفكير، لكن هو كاحتمال، هذا الاحتمال، هذا التشبيه، هذا التفسير، هذا التأويل الذي طرحه ابن كثير غير تام. تشبيه عمل المؤمن بثمرة الشجرة غير تام، لأن الشجرة تعطي الثمرة، تمنح الثمرة للآخرين، والعمل الصالح للإنسان ترجع فائدته ومصلحته للإنسان، للعامل، للشخص. هذا أولا. إذن تشبيه ابن كثير، تفسير وتأويل وتشبيه ابن كثير غير تام. ثانيا أقول ذكروا عدة معاني للشجرة، ذكروا عدة معاني للشجرة الطيبة، منها النخلة وجوز الهند، أي أيضا نخلة جوز الهند، النخلة وجوز الهند، أي شجرة جوز الهند، وقالوا كل شجرة تثمر وتعطي ثمرا طيبا، وقالوا شجرة في الجنة، وقالوا قلب المؤمن، وقالوا الشجرة هي المؤمن. كما ذكرنا قبل قليل ابن كثير قال مثل الشجرة والثمرة بالمؤمن وعمل المؤمن. إذن أقول ثانيا ذكروا عدة معاني للشجرة الطيبة، منها النخلة جوز الهند، كل شجرة تثمر تعطي ثمرا طيبا، شجرة في الجنة، قلب المؤمن، المؤمن. كما ذكروا عدة معاني للكلمة الطيبة، منها الكلمة الحسنة، ومنها الطاعة والعبادة لله، وقالوا الشكر والثناء لله، وقالوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقالوا الكلمة الطيبة أي القرآن، وقالوا الإيمان. أقول ونضيف لذلك معاني محتملة أخرى، وللمتلقي الحرية والاختيار في القبول أو عدمه دون تكفير وإباحة دم وعرض مال. إذن سنذكر في النقاط اللاحقة نضيف بعض المحتملات، من شاء فليقبل ومن شاء فليرفض، دون تكفير وإباحة دم وعرض ومال. إذن ثالثا أقول كيف تؤتي الشجرة أكلها، كيف تؤتي الشجرة أكلها
كل حين، وهل يوجد على وجه الأرض شجرة تعطي ثمارها في كل الفصول والشهور والأيام والساعات بل والدقائق واللحظات في كل الأزمان وفي كل بلد ومكان؟ حتى مرة تطرح النخلة ومرة تطرح جوز الهند ومرة يقال كل ثمرة كل شجرة تحمل ثمار. إذن أقول كيف تؤتي الشجرة وكلها كل حين، وهل يوجد على وجه الأرض شجرة تعطي ثمارها في كل الفصول والشهور والأيام والساعات بل والدقائق واللحظات في كل الأزمان وفي كل بلد ومكان؟ رابعا، بالتأكيد لا يوجد، وإن وجدت شجرة وافترضت فأين هي وأين ثمرها أو ثمرتها، فأين هي وأين ثمرها وأكلها، فأين هي وأين ثمرها وأكلها الذي تعطيه كل حين؟ وإذا وجدت فما هي وأين هي؟ فلا يوجد مكان وبلد في الأرض إلا وهو فاقد لأشجار مثمرة توجد في غيره من بلدان. إذن ما يوجد مكان على الأرض إلا وهو يفتقد لأشجار مثمرة ولثمار لهذه الأشجار، وإلا وهو فاقد لثمار لعدم وجود الأشجار فيه وهي موجودة في أماكن أخرى. أقول وإذا وجدت فما هي وأين هي؟ فلا يوجد مكان وبلد في الأرض إلا وهو فاقد لأشجار مثمرة توجد في غيره من بلدان، فكيف تؤتي أكلها للجميع حتى لسكنة البلدان الأخرى وفي كل حين ولجميع الطالبين؟ إذن أقول رابعا، بالتأكيد لا يوجد ذلك، وإن وجدت الشجرة وافترضت فأين هي وأين ثمرها وأكلها الذي تعطيه كل حين؟ وإذا وجدت فما هي وأين هي؟ فلا يوجد مكان وبلد في الأرض إلا وهو فاقد لأشجار مثمرة توجد في غيره من بلدان، فكيف تؤتي أكلها للجميع حتى لسكنة البلدان الأخرى وفي كل حين ولجميع الطالبين؟ خامسا، قوله تعالى وفرعها في السماء، يمكن أن يكون إشارة إلى أن ثمارها وأكلها ظاهر للعيان. هذا القول وفرعها في السماء يمكن أن يكون إشارة إلى أن ثمارها وأكلها ظاهر للعيان وفي متناول أي إنسان وفي أي وقت ومكان. فما هي هذه الشجرة وأين هي؟ سادسا، ظاهر المعنى أن الشجرة تعطي ثمارها للآخرين وليس لنفسها، فهي خير وبركة وعطاء لمن يقصدها ويطلب منها ويأخذ منها. ومن الواضح أن المعاني المحتملة للكلمة الطيبة موجودة، هذه التي ذكرناها قبل قليل، المعاني التي أشار إليها المفسرون العلماء. أقول ومن الواضح أن المعاني المحتملة للكلمة الطيبة موجودة، لكن لا يمكن تصور إتيانها للأكل بالكيفية التي ذكرناها، بل واقع الحال يثبت خلاف ذلك من حيث استغلالها في التسلط والظلم والقبح والفساد والقتل وسفك الدماء كما فعلها أهل النفاق والزندقة، فادعوا الإسلام ورفعوا كلمة لا إله إلا الله شعار الإسلام فتسلطوا، إذن رفعوا شعار الإسلام، رفعوا كلمة لا إله إلا الله فتسلطوا بها على رقاب المسلمين والمستضعفين، فأوقعوا فيهم أقصى وأقسى أنواع الظلم والفساد والإفساد، فصارت وبالا ونقمة على الناس. ولا نتصور أن ذلك يندفع بإدعاء أن أي إنسان مؤمن يمكن أن يتحمل ويحمل الثمار ويعطي الثمار والأكل الطيب، لكن بنظرة فاحصة. إذن نقول سابعا، ولا نتصور أن ذلك يندفع بالدعاء أن أي إنسان مؤمن يمكن أن يتحمل ويحمل الثمار ويعطي الثمار والأكل الطيب،
لا نتصور هذا يندفع. لماذا؟ لأننا بنظرة فاحصة إلى عموم المؤمنين فإننا نجد ونتيقن أن المؤمن منهم لا سعة ولا شمولية ولا دوام لقوله وكلمته وإيمانه لا في حياته ولا بعد مماته، فلا يمكن أن يتحقق به ومنه وجود الشجرة والكلمة الطيبة بالمواصفات الإلهية القرآنية التي تكون فيها خيرا ورحمة العالمين جميعا تؤتي أكلها كل حين. إذن هذا سابعا نقول إذا أتيت بإشكال أو تقول ممكن أن يتحمل المؤمن هذا الأمر كما قال ابن كثير، قال المؤمن والعمل الصالح. فقلنا كيف مؤمن وتجعل الشجرة لكي يرفع العمل الصالح؟ الآن نريد ثمار للناس، للعباد، للآخرين. إذن نسلم بهذا، إذن نحتاج ثمار للآخرين. الآن من الذي يتحمل؟ نقول على هذه الأطروحة، على أطروحة ابن كثير يقول الشجرة هي المؤمن. الآن اختلفنا مع ابن كثير بأن الأعمال تصعد وترتفع أعمال المؤمن، الآن لا، خير يصدر من المؤمن من هذه الشجرة يصدر إلى الناس، يستفيد منه الناس، خير يكون في متناول الناس، في متناول أيدي الناس، في كل مكان في كل زمان. هل يوجد مؤمن؟ هل ممكن أن نتصور هذا؟ نقول بنظرة فاحصة إلى عموم المؤمنين فإننا نتيقن بأنه لا يوجد شخص يتحمل هذه المسؤولية ويؤدي هذه الأمانة بالمواصفات قلنا الإلهية القرآنية التي تكون فيها خيرا ورحمة العالمين جميعا تؤتي أكلها كل حين. ثامنا، إذن وجود وتحقيق الإخبار والوعد والقانون الإلهي لا يمكن تصوره إلا في إنسان مؤمن. إذن مع عموم المؤمنين، مع عموم الناس، مع عموم المؤمنين قلنا لا نتصور هذا. إذن ما هو الحال؟ نقول إذن ثامنا، إذن لابد من وجود إنسان خاص له ميزة خاصة، له مواصفات خاصة، له قدرة خاصة، له منزلة خاصة، له سلطة خاصة، له تكوين وجعل إلهي خاص. إذن أقول ثامنا، إذن وجود وتحقيق الإخبار والوعد والقانون الإلهي لا يمكن تصوره إلا في إنسان مؤمن مخلص ومخلص ومسدد ومؤيد من الله تعالى وهذا المعنى ينطبق ويتجسد بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وفي قلبه الشريف وكلمته المقدسة التي فيها الأكل والخير والرحمة، التي فيها الأكل والخير والرحمة للعالمين وفي كل حين، ويكتمل القانون والوعد الإلهي. الآن قلنا النبي، تصورنا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد النبي ماذا نفعل؟ أقول ويكتمل القانون والوعد الإلهي بالامتداد الشرعي التكويني للنبوة الرسالية الإلهية، فيأتي دور الخلافة والإمامة والخلفاء الموعودين 12 وخاتمهم المهدي من ذرية إبراهيم وولد فاطمة بضعة الرسول عليهم الصلاة والتسليم. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا في سورة البقرة. تاسعا،
تفسير العياشي، العياشي أو العياشي. إذن عندي تاسعا، عندي تفسير العياشي وعندي الكافي وعندي تفسير القرآن للقمي، تفسير القمي. إذن تفسير أليف تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ولا ننسى أن الكلام في الكلمة الطيبة. يقول العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا مثل ضربه الله تعالى لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا احتمال يضاف إلى الاحتمالات التي ذكرت في كتب التفسير: من شاء فليأخذ به ومن شاء فليرفض. هذا الخيار له، لكن قلنا دون اعتداء، دون تكفير، دون سفك دماء، دون انتهاك أعراض، دون سلب ونهب الأموال والممتلكات. يقول الإمام الصادق عليه السلام: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولمن عاداهم. هذا ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا لمن؟ لأهل البيت. يقول الإمام عليه السلام: ولمن عاداهم، هو قوله تعالى، أي المثل لمن عاداهم. ما هو إذن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: مثل لهم ومثل لأعدائهم. يقول: ولمن عاداهم، هو قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. باء الكافي عنه عليه السلام أنه سئل عن الشجرة في الآية، فقال عليه السلام: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها، أصلها، هذا هو أصلها ثابت. إذن يقول الإمام سلام الله عليه: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها، وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وأمير المؤمنين عليه السلام فرعها، والأئمة ذريتهما أغصانها، أي الأئمة من ذرية النبي ومن ذرية علي هم أغصان هذه الشجرة، والأئمة ذريتهما أغصانها. ما هي الثمار يا مولاي؟ يقول: وعلم الأئمة ثمرتها، وعلم الأئمة ثمرتها. التفت جيدا، لاحظ، هذا هو الصفاء، هذا هو النقاء، هذا هو المنبع، هذا هو الأصل، هذه هي المعاني الإلهية، هذه هي النعمة الإلهية بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، والتشرف بما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. إذن يقول: الثمار، هذه هي الثمار، هذا هو الكلام، هذا هو الحق، هذا هو النور. إذن هو العلم، الثمرة هي العلم، الثمار هي العلم، هي العلوم، هي الفتوى، هي الأحكام، هي الإرشادات، هي التعاليم، هي الكلمات التي تصدر عن أهل البيت سلام الله عليهم، عن النبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: وعلم الأئمة ثمرتها. جيم تفسير القرآن القمي، تفسير القمي علي بن إبراهيم عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال سلام: سألته عن قول الله: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال عليه السلام: يعني بذلك ما يفتون به، يعني بذلك ما يفتون به الأئمة، ما يفتون به الأئمة شيعتهم من الحلال والحرام. إذن هي العلوم التي تصدر من أهل البيت سلام الله عليهم. الشاهد الثالث عشر: الأمانة والأمين والميثاق الغليظ. الأمانة والأمين والميثاق الغليظ. قال مولانا العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن لاحظ، عندي ميثاق وعندي الميثاق الغليظ. إذن أخذ الميثاق من النبيين، وأيضا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وبعد هذا أخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هذا أيضا أخذ ميثاق وأخذ الميثاق الغليظ. الآن الميثاق الغليظ، هل أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أو أخذ من النبيين غير هؤلاء، أو أخذ من الجميع؟ التفت جيدا، أي يعني يأتي المعنى بهذا بهذه المحتملات. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، إذن من النبيين أخذ ميثاق، أخذ الميثاق وأخذ الميثاق الغليظ. وأما منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فقد أخذ منهم الميثاق فقط، لم يؤخذ منهم الميثاق الغليظ. أو المحتمل الآخر أنه أخذ من النبيين الميثاق وأخذ من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله على محمد وآل محمد، أخذ منهم الميثاق والميثاق الغليظ. هذا محتمل ثاني. والمحتمل الثالث أنه أخذ من النبيين ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم قد أخذ منهم الميثاق وأخذ منهم الميثاق الغليظ. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين، سيسأل. ما هذا التهديد؟ ما هذا الأمر العظيم الذي يسأل عنه الأنبياء والمرسلين؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في سورة الأحزاب أخذ الله تعالى من النبيين، أقول أخذ الله تعالى من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم ميثاقهم، وأخذ من المرسلين عليهم وعلى نبينا وعليه الصلاة والتسليم ميثاقهم أيضا، ثم أخذ الميثاق الغليظ من النبيين
أو من المرسلين أو من النبيين والمرسلين. ووعد الله تعالى أنه سيسألهم عن ذلك. إذن هو وعد ووعيد وتهديد للإشارة إلى خطورة هذا الأمر، إلى عظمة هذا الأمر، إلى خصوصية هذا الأمر، إلى خصوصية الميثاق، إلى خصوصية ما أخذ بشأنه الميثاق والميثاق الغليظ. ووعد الله تعالى أنه سيسألهم عن ذلك، فما هي حقيقة الميثاق، وعلى أي أمر عظيم أخذ الله تعالى الميثاق، وهل نحتاج إلى بيان وزيادة مؤونة حتى نعرف أن الأمر متعلق في قضية عظيمة لها امتداد وبعد زمني يمتد من أول البشرية وأخذ الميثاق من آدم عليه السلام مرورا بباقي الأنبياء والمرسلين وخاتمهم الرسول الأمين عليهم الصلاة والتسليم إلى عصر الظهور والمهدي الموعود حتى قيام الساعة؟ هذا أولا. ثانيا، الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هل لها علاقة بالميثاق وبالميثاق الغليظ؟ إذن ثانيا، الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هل لها علاقة بالميثاق والميثاق الغليظ؟ ثالثا، من الواضح أن الأمانة لها عمق وبعد زمني يتناسب مع ما ذكرناه للميثاق والميثاق الغليظ. وهنا يأتي الاستفهام، هل أن الميثاق والميثاق الغليظ وحمل الأمانة لم يتوقف على طول الزمان فشمل كل الأنبياء والمرسلين وحسب تسلسلهم الوجودي، فهل يا ترى يحتمل أو يعقل أنه يتوقف عند خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، أو لا بد من وجود أمين يؤخذ منه الميثاق أو الميثاق والميثاق الغليظ ويحمل الأمانة الإلهية؟ والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.